مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 4 يناير أعلنت وكالة SM للترفيه: لقد جددنا عقدنا مع إيميونا للمرة الثالثة وسنواصل شراكتنا التي دامت 17 عاما. قمنا بتجديد عقدنا بناء على الثقة العميقة مع إيميونا التي حافظت باستمرار على مكانتها في القمة منذ ترسيمها وتلقت الكثير من الحب. نحن نخطط لتقديم الدعم الكامل إلى يونا التي تعمل بنشاط في مختلف المجالات عبر الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة وعلى المسرح حتى تتمكن من التألق أكثر والاستمرار في كونها فنانة لها تأثير عالمي. نحن نطلب حبكم المستمر وترقبكم لعضوتنا يونا. واصلت يونا بالتنوع في أنشطتها بمختلف المجالات، حيث لعبت دور البطولة في مسلسل كينغ ذا لاند وأصدرت أغنيتها المنفردة الرقمية كنوك. قدمت مهرجان MBC للموسيقى لعام 2023 والمزيد. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.